إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. عباد الله، حدث عظيم وخطب جسيم جاء في كتاب الله عز وجل وورد في القرآن، وورد في القرآن ذكره مرارا وتكرارا، وكثير من الناس عن هذا الحدث في غفلة وعن الاستعداد له في فتور وتوان. ذلكم عباد الله، ذلكم عباد الله هو الموت، وما أدراك ما الموت وما يكون بعده. عباد الله، والموت حدث عظيم يفضي بالعبد إلى أول منازل الآخرة، ومن مات قامت قيامته وبدأ في حقه الحساب. والنعيم أو العذاب، عباد الله، والموت هو الفيصل بين هذه الدار ودار القرار، والفاصل بين وقت العمل والجزاء عليه، وهو الحد الفارق بين تقديم الزاد وملاقاة جزائه. وبعد الموت، عباد الله، ليس لأحد مستعتب ولا اعتذار، وما له من سبيل إلى عودة إلى هذه الدار. وفي باب الحسنات لا مجال له إلى زيادة أو استكثار، وفي باب السيئات لا مجال له إلى توبة أو استغفار. فليس بعد الموت، عباد الله، إلا حفرة يدرج فيها العبد، تكون له روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، يبقى في هذه الحفرة إلى يوم القيامة، يوم ملاقاة العزيز الغفار. حدث عظيم، فأين الاتعاظ والاعتبار؟ فأين الاتعاظ والاعتبار والادكار؟ عباد الله، والموت ملاق، والموت مدرك كل عبد لا محالة، وملاقيه بلا ريب. أينما تكونوا، يقول الله تعالى، أينما تكونوا يدرككم الموت، ويقول جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. عباد الله، والموت له أجل محدود وأمد معدود، فإذا جاء الأجل
فلا استئخار عنه ولا تقدم، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال جل وعلا: لكل أجل كتاب. عباد الله، والله جل وعلا وكل بالموت ملك واحد، وكل إليه قبض الأرواح. قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ولهذا الملك أعوان من الملائكة الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وقال جل وعلا: توفته رسلنا. عباد الله، والموت لا يفرق بين صغير وكبير، وذكر أو أنثى، وبين مريض وصحيح. فقد يدخل الموت إلى البيت ويكون فيه رجلا مسنا وشخصا آخر مريضا، فيأخذ من البيت أصح من فيه. فلا يميز الموت بين صغير ولا كبير، ولا علم لأحد بنهايته ولا أجله. فالعلم بالموت أمر مغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولهذا قد يقرر بعض الأطباء عن شخص مريض اشتد مرضه بأنه قد قربت منيته ودنا أجله، فيكتب الله عز وجل للمريض حياة وللطبيب موتا، فالأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد. عباد الله، ومن مات فقد مات بأجله وفارق الدنيا بما كتبه الله جل وعلا له في علمه الأزلي وبما كتبه في اللوح المحفوظ وبما أمر به الملك أن يكتبه على الإنسان وهو في بطن أمه، أيا كانت صفة موت الإنسان. سواء مات بحرق أو مات بغرق أو مات بقتل أو مات بأي حتف كان، فموته بقدر الله، وموته هو أجله الذي أجله الله له. قال الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. عباد الله، هذا الحدث العظيم عندما يكون العبد في ذكر الله فإن هذا يبعثه إلى الاستعداد والتزود ليوم المعاد. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر ذكر هادم اللذات، يعني الموت. فإذا كان العبد على ذكر للموت صلحت حاله وحسنت صلته بربه وقوي استعداده لملاقاته سبحانه. عباد الله، ويأتي على الموت نفسه زمان يذبح فيه الموت، فيكون الأمر بعد ذلك للجميع حياة بلا موت. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالموت يوم القيامة كهيئة كبش أملح،
ويوضع بين الجنة والنار، فينادي مناد يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقال لهم أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم نعرفه هذا الموت، لأنهم كلهم قد رآه. وينادى أهل النار يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، لأنهم كلهم قد رآه. فيذبح بين ناظري الجميع بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، أي في هذه الحياة الدنيا عن الموت، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. اللهم انفعنا بهدي كتابك، اللهم انفعنا بهدي كتابك، ووفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعنا إلهنا على الاستعداد ليوم المعاد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا رعاكم الله أن في ذكر العبد للموت منفعة عظيمة وفائدة جليلة، إذ بذكره تستيقظ القلوب الغافلة وتحيا القلوب الميتة، ويحسن إقبال العبد على الله، وتزول الغفلة والإعراض عن طاعة الله. عباد الله، يقول الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حقيقة عظيمة لا بد أن ندركها، وخطب جسيم لا بد أن نستحضره. أحد السلف أراد أن يعظ رجلا فأخذه إلى المقابر وقال له: أرأيت يا هذا، لو كنت مكان هؤلاء فماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن أعود إلى الحياة الدنيا ثانية لأعمل صالحا غير الذي كنت أعمل. قال: يا هذا، أنت الآن فيما تتمنى. نعم عباد الله، نحن فيما نتمنى. نحن الآن نعيش في هذه الحياة بصحة وعافية وأمن وأمان، ثم يؤول الأمر إلى مفارقة هذه الحياة بحلول الأجل ومجيء الموت. ألا فهل من استعداد وتهيؤ؟ اللهم أصلح أحوالنا أجمعين، اللهم أصلح أحوالنا أجمعين، واهدنا إليك صراطا مستقيما. واعلموا رعاكم الله أن الكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى
هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة. وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وأكثروا من الصلاة والسلام عليه امتثالا لأمر الله بقوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولو كان الموت عباد الله تاركا أحد لترك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وأعنه على البر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة. اللهم وفق جميع أولاة أمر المسلمين لكل قول سديد وعمل رشيد. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.